بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. عاجل، الداخلية تعلن استثناء هذه الفئات من فحص البي سي آر قبل القدوم إلى المملكة. إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن استثناء عدد من الفئات من فحص البي سي آر قبل القدوم إلى المملكة، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحة فيها كافة التفاصيل اللازمة. وأكد البيان أن القرار جاء بعد المتابعة المستمرة للوضع الوبائي سواء المحلي أو العالمي، وباتباع ما يتم إصداره من قبل منظمة الصحة العالمية وما قامت الجهات الصحية برفعه والمتمثلة في وزارة الصحة السعودية وهيئة الصحة العامة ووقاية. استثناء هذه الفئات من الفحص للبي سي آر، أكدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري 2021 استثناء الفئات من فحص البي سي آر قبل القدوم إلى المملكة، وذلك بناء على تصريحات مصدر مسؤول من داخل جدران الوزارة، موضحين أن هذه الفئات هي زوج المواطنة السعودية، زوج المواطن السعودي، أولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين، العمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين، علما بأنها أكدت على ضرورة استمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة مسبقا واتباع كافة التدابير الوقائية الصحية، حيث أنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة والمعنية بالوباء بالمملكة، ويتم تغيير القرارات بحسب التطورات الخاصة بالوضع الوبائي المحلي والعالمي. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.